بقى في النعس، والله انت بقى في النعس. انا ولادي ادينا للحبس. بقينا عايش الحمد لله. المشكلة ما هي الحول وش بلاصة اللي احنا ما قادنيش عليها. انا ببو ما خدامش كي خدم غير في الصيف. شوف اختي، انا بغيت نعرف ولادنا شنو ذنبهم الوحيد؟ واش لحقش ولده في المغرب؟ انا ولدي خرجوه من المدرسه، ولدي ما بقاش بغى يمشي للمدرسه، ولدي عنده 7 سنين تعقد ليا من المغرب وتعقد ليا من المدرسه وتعقد ليا من كل شيء. علاش؟ واش حنا ماشي بنادم؟ ملي انا ولدي صغير تعقد، عنده 7 سنين تعقد، خصني ندي عند طبيب نفساني دابا. انا باش نتبع لولدي رجع المدرسه خصني نتبع ليه على الطبيب ديال مسطين، لان حنا كنا غادي نتسطاو ملي تعرينا غادي نتسطاو. حنا كنا تسطينا، علاش؟ لان كانت عندنا براكه ساترين ساترانا ومغطيانا من الشتا ومن البرد. دابا ولينا الله كريم، كنا بخير الحمد لله. الحمد لله وشاكرينو، حنا عايشين، كنا عايشين الحمد لله. والمشكله ما هي الحول وش بلاصه اللي حنا ما قادينش عليها. انا بو ما خدامش كيخدم غير في الصيف، كيضرب بريكول في الشبكة كيخدمش، غير مولاي كتخدم، غير مولاي كتخدم. وخويا تا هو كذلك، ما دريش كلشي، كاين اللي خدام كاين عند المعاقين. انا ما كنطلبش شي حاجه، انا ما كنطلبش شي حاجه، ساكن لائق بحال بحال كلشي. ما عمري ما شفت شي بلاد كتشرد شعبها بحال هادي. سمعتي؟ لان ولادهم هما ناعسين، حنا ولادنا في الزنقه، ولدي في السخانه ضاربوا البرد هادي. شتي اختي؟ الله يفرج علينا. وكنطلبوا الله ونعاود نقولها، وكنترجاو الله، وما كنترجاو حتى شي حد، حتى شي مسؤول، كنترجاو الله هو اللي قادر بينا. ولينا حنا ولينا تنحسوا براسنا ماشي مغاربه، حق الله العظيم. يعني انت تعيشي انت في هذه الحاله بحال هكا، باش انا مغربيه لاكارت لاسيونار ما عندي ما ندير بها، هذيك لاكارت لاسيونار ما عندي ما ندير بها. ملي انا وليداتي ما جا معاهمش حدايا، راجلي ما جا معاهش حدايا، ما باغاش انا الماكله، ما عند الله ينعل جد وشي ماكله. شحال شحال من عام وحنا تناكلوا؟ شنو دارت لينا؟ دارت لينا شي حاجه؟ السكان، انا تنطالب وهاد السكينه كلها تطالب بالسكان، باغي نجمعوا وليداتنا. حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم، وقعدوا اللي فرقونا، الله يجعل ربي يفرق اليوم الجلد على اللحم. الناس بقوا فينا زعما هاد الحاله التشرد يولوا فيه، وهاد الحاله يعني عتا جاو هدموا اليوم خرجوا من الناس كتهز في حويزه وتتجري. حليت لهم الباب قلت لهم دخلوا سترتهم، لان علاش مرضوش هاد الناس كيبغوا الطواليت؟ كاين اللي مريض، كاين اللي زانديكاب، كاين اللي كيبغي يبدل حوايجو، كاين اللي بغى مسكين زعما حاله يرثى لها صراحه. والله يكون في عوان هاد الناس. وعينا ما ندويو، وعينا ما نهضروا، وتتقول هاد الناس قلوبهم بالحجر راه بزاف. واسرائيل ملي كتبغي تريب شي فلسطيني دار وكتفاوض معاه كتقول له بغيتي تعيش في المان، بغيتي تعيش في اي دوله خوليه، انا نتهلا فيك. ولكن الفلسطيني ما كيبغيش يفوت المحل ديالو، كيموت فيه، كيبغي يتقات على الارض ديالو. اما حنا راه في بلادنا، بغيتي تريب ليا واعطيني شي حاجه باش انا نعرف كيفاش نهز ولادي ونقري ولادي. وديك الساعه خذ تمشي البراكه، خذ اللي عجبك. وحنا ضايعين، لا خدمه لا والو، حنا جالسين خدام على قد الحال، بغينا يخليونا فيها، حنا ما خدامينش دابا. يلا اش غنديروا؟ هذه في برنوسي عندي الاخرى في بعيده، واش غندير؟ هي شحال من يوم ما نكت السونتر ديالها، اش على من هذه؟ على محسوبه اخويا؟ خلص عندها لاسورانس هنا، خلصنا لاسورانس صيفي دينا، حاطينها عند الناس، حوايجنا باقيين هنا والنص هو حاطينه. بسبيل الله الناس بحال وجهكم ما ضيعوناش، واللي دار هذا الشيء ما كنسمحوش داخل دا يوم القيامه، كيضيعونا وضيعوا ولادنا، ما نسمحوش ليهم. هذا الشيء الله ياخذ فيهم الحق. المغرب يكون عارف هذا المغرب ناقص، شي اثيوبيا تعيش فيها مخيره، ولا هذا المغرب ما بقى مغرب ما بقى والو، هذا تخريب، هذا ماشي المغرب هنا. احنا ما استفدنا بالاستفاده اللي بغينا، احنا بالمطالب ديالنا غنبقاو ناعسين في الشارع، ما عندناش فين نمشيو، غنكونوا بحال داك بائع متجول، هز قيطونك تا وليداتك ومليوح في الشارع. بان تشرد قاسي، تشرد قاسي، ما عندناش غنمشيو وما عندناش شي دفع،
دابا كيجيو شي لوبيات عندنا هنايا كيقول لك انت غنكري لك 3 شهور ويحيدني من الشارع، يكري لي 3 شهور ومن ورا داك 3 شهور اش غندير؟ وداك 6 مليون ونص اللي غنعطيها انا باش غنعطيها؟ وانا كنعاني من المرض ماشي انا، الاف هنا من السبحانه هنايا كتعاني من الامراض ماشي انا ضرر. بان كلشي ما خدامش، كلشي كلشي خلينا اليوم كلشي ومشينا وما بغاوش يخليونا. فين هي المدرسه؟ فين غيمشيو الدراري؟ حتى واحد ما خدام. كيقول لك انتوما في الدوار عندكم كلشي، علاش ما تمشيوش تشريو؟ كون كان عندنا كاع ما غنديرو. شحال واحد هنا ما خدامش؟ حنا راه ماما اللي هازه، ها هي هادي هي خدامه، ها هي جلست دابا من الخدمه. هاد الدراري كيقراو فين غيمشيو؟ المدرسه كيقول لك عمرو، احنا كاع كنقراو. كيعايرونا كيقول لك ولاد الدوار وحمد لله الله كتخدم في شي بلاصه، كيقول لك انتوما كتسكنوا في الدوار والحمد لله. دابا فين غنقولوا فين ساكن؟ ها لاكارت، ها لاكارت عندنا، فين هو العنوان؟ بغيتي تقلبي على خدمه، فين غتسكني؟ بابا راه كيبات في الزنقه وحنا كنباتوا عند الناس. فين غنمشيو؟ فين سيدي حجاج العربيه؟ ماشي حرام عليهم؟ ماما اللي هازانا هي غتهز الكرا. فين غنمشيو؟